أهلا وسهلا مشاهدينا، نواصل معكم دفق الشروق الصباحي الحي. كان اللقاء السابق يتحدث عن المبادرات اللي لازم تنزل إلى أرض الواقع عشان تجد استحسان الناس يعني، وكمان تنفذ بالصورة المطلوبة. وعايزين نجمع ما بين اثنين، ما بين المبادرات اللي لسه ما نزلت على أرض الواقع واستهدفت من قبل يعني دول عديدة، وما من مبادرات هي على أرض الواقع ممكن تكون قريبة جدا للمواطن، خاصة ما يشهده السودان يعني من أزمات اقتصادية كبيرة قد تكون طاحنة. ففي مبادرة، في مشروع، وفي إنتاج. صاحب هذا المشروع وصاحب هذا الإنتاج عايز يوصل رسالة إنه الغلاء الحاصل ده يجب إنه نوقفه عن حده يعني. نوقفه عن حده كيف؟ في آليات معينة هو عنده مشروعات برضو نزل على أرض الواقع، وعايز يعمم هذه التجربة حتى إنه الناس كلها تستفيد منها. إحنا سعداء إنه يكون معنا باشمهندس مصطفى صالح، هو مهندس جيولوجي وأيضا منتج وصاحب يعني مشروع في المرخيات يعني، أو مشروع المرخيات. هنتعرف على فكرته أكثر. أهلا بك وصباح الخير. صباح الخير وشكرا على الاستضافة. بحييكم وبحيي كل السادة المشاهدين المداومين على قناة الشروق. صراحة موضوع الغلاء وضيق المعيشة والوضع الحاصل عموما في معيشة الناس يعني يهم كل الناس، وممكن كل زول يحاول يعني يسعى فيما يليه وفي انه يوفر يعني معاشه بصورة تكون كريمة، وفي نفس الوقت بقدر يعني بقدر المستطاع تكون وزينة البادجت أو داخل ميزانيته يعني. المسألة بتاعت الغلاء أصبحت مسألة طاحنة، وكل زول بيعاين للغلاء من الجانب بتاعه يعني. في اللي بيعاين له من ناحية إنه والله مش هتشتري الحاجة لقيتها غالية قمت جبت نصها، في اللي بيسأل إنه ليه بقت غالية، في اللي بيكون منتج مثلا زينا إحنا بعاين بزاوية مختلفة. أنا ببيع المنتج بداعي للتاجر أو للسمسار في السوق بسعر رخيص، طوالي بمشي بشوف في نفس اليوم السعر ده في الطبلية أو في عند الفريشة بثلاثة أضعاف يعني. الحاجة دي الناس اتناولناها في منابر كثيرة. إنه يا أخواننا المسافة ما بيننا نحن كمنتجين، سواء منتجين لحوم أو منتجين خضروات أو فواكه، المسافة بيننا وبين المواطن بعيدة جدا. المسافة دي بعدت بقلة الرقابة، ضعف الرقابة على الأسواق. التاجر دائما هو يزعى للربح، وكل ما يلقى فرصة حيربح أكثر يعني. لكن الموضوع وصل مراحل إنه أصبح إنه الربح ذاته بقى مؤذي يعني، ما في ربح معقول ومشروع وثلثي الرزق في التجارة يعني. لكن أصبحت في أنواع من التجارة لا تقدم للمواطن غير الأذى في كمية من الوسطاء يعني. انا الليله المنتج بتاعي بيطلع من المزرعه، انا لاحظت انه بيشتروه مني وانا واقف نفرين ثلاثه، كل واحد بياخد حقه 10% 20% 10% 20%. ده كله لحد ما يصل للتاجر الكبير اللي حيدي التاجر بتاع القطاعي، او نحن بنسميهم التجزئه، تجار التجزئه. انا المسافه دي الخلق شنو بيني وبين المواطن؟ ودين منو الناس اللي بيشتروا مني ديل؟ فالفكره جات من هنا. انا يعني بقيت بفكر انه انا ليه ما ابيع منتجي ده مباشره للمستهلك يعني، او على الاقل يكون في النص في بيني وبين المستهلك يعني شخص او تاجر هو يعمل كنترول لعمليه استقبال المنتجات من المزارع وبعدها التوزيع. وزي ما بقولوا ده كده ده جوب يعني، الزول ده بكون عنده شغل. لكن انا قاعد ابيع لناس ما عندهم شغل، لانه هو ما عنده حتى راس مال اللي بيشتري مني ده. بيقول لي اشتري منك كرتون ده المواد دي ب 900، بقول له خلاص اوكي، ما بكون عنده قروش في جيبه، بيمشي بيجيبه من البعده من السمسار البعده يجيبوا القروش يجوا يحاسبوني، يكونوا هم بايعينها بثلاثة أضعاف منه للتاجر. فمن هنا بدأت المسألة، وبدينا يعني بدينا نفكر في جمعية مزارعين مرخيات في أنه نحن نضع حد للموضوع ده، وأنه على الأقل نعمل ما يلينا كجمعية منتجة. صراحة فتحنا بعض المنافذ للبيع المباشر، كان في المنطقه بتاعت شارع الشريان الشمال ده، احتمال ناس كثير شافت وبيجوا مارين بهناك بيشتروا البطيخ وبيشتروا حتى في الواتساب وفي الفيسبوك في فيديوز كده كانت حايمه بخصوص الخيام اللي اتعملت في شارع الشريان الشمال. المنتجين بيجيبوا حاجاتهم، برتقال ومانجا وخيار وطما كده. صراحه هي لانه المنطقه ريموت شويه او بعيده شويه من المدينه، احنا بدينا نفكر ان احنا نخترق الاسواق داخل المدن وحتى المناطق الطرفية في المدن. خطينا خطة
قصيرة المدى وخطة طويلة المدى. الخطة قصيرة المدى كانت بتشمل اللحوم، لأنه صراحة مسألة الحصول على اللحوم البيضاء والحمراء سهل جدا وفيها وفرة في السودان، ومسألة توزيعها مسألة سهلة، يعني ممكن واحد يقوم بالعملية دي براه وبشخصه، يعني يعمل كنترول يستلم المنتجات ويتعاقد مع مجموعة من المراكز توزع المنتجات. يعني ضد الخطة القصيرة المدى. والآن وصلنا في الموضوع ده في توزيع الفراخ، يعني أنا بتكلم معاكم هسه والطلبية الآن المارقة طن و700 كيلو في جميع مناطق ولاية الخرطوم. وصلنا لحد مضومبان شرقا، إسكان الصفوة غربا، غرب سوق ليبيا، لحد طيبة الحسناب، في ناس في جبل أولياء لكن لسه ما جهزوا مركزه وما استلموا، لكن لحد طيبة الحسناب، يعني منتشرين في كل المناطق توزيع فراخ الكيلو ب 140 جنيه. طيب باش مهندس، يعني احنا عشان نمشي شوي شوي ونفصل اكثر، يعني بعد ذكرت كلامك قلت انه كان في وسيط، والوسيط ده هو اللي مغلي كل الاسعار الموجوده، هو اللي بشكل برضه كمان ازمه اقتصاديه على البلد كمان قبل ما انه يكون على المواطن. فعشان نحد من العمليه دي ذكرت انه الاسواق البيع اللي بتكون مخفضه اللي بتكون مباشره ما بين المنتج والمستهلك. فالمطلوب من المواطن شنو عشان هو برضه يكون عنده رغبه في استهلاكه للمنتجات اللي انت بتقولها دي، عشان هو برضه يعرف حقوقه هو في المقام الاول قبل ما الشخص هو يفكر حتى انه يطرح فكره على ارض الواقع. طيب المواطن طبعا هو المستهدف، وهو صاحب الحق الاول والاخير الذي نبحث وراءه، يعني احنا نبحث وراء حق المواطن. المواطن ده من حقه انه يعيش بمستوى يعني في مقدوره، ومعروف يعني الدخل في السودان عموما متوسط الاجور يعني ضعيف، يعني صحيح الانسان ده بالمناسبه او السوداني ده بمستواه ده او بالدخل بتاعه ده بالمناسبه ممكن يعيش حياه افضل من اللي هو عايش الليله. صحيح. يعني ان احنا كنا بنتكلم عن انه يا اخواننا اذا احنا حسبنا في اليوم مصاريفات البيت 300 جنيه اكل وشراب، من اذا اتعاملنا مباشره مع المواطن ممكن باقل من 100 جنيه يعيش هو واسرته في اليوم كاكل وشراب. انا بتكلم كويس، المواطنين مسؤوليتهم تجاه المبادره انه اول حاجه كل المراكز المعلنه، بالمناسبه احنا عندنا صفحه في الفيسبوك اسمها من المنتج مبادره من المنتج للمستهلك السودان، كل زول ممكن ينضم لها. وانا بناشد المواطنين اي واحد مشى مركز او نافذه من نوافذ البيع المخفضه اللي نحن عاملينها اللي هي الان عدد 52 مركز، اذا لقيت السعر زايد تتصل علينا طوال، احنا كادمنز وكارقام بتاع التلفونات موجوده على الصفحه، تتصل وتبلغ وتقيف في نفس المركز وتنتظر لحد ما نصل عندك، لانه المركز ده كده حيمرق برا الخدمه، لانه احنا ما حنقدر نعمل رقابه على كل المراكز. المواطن هو يراقب حقه، احنا بنجيب لك حقك لكن انت راقبه. الليله اللحوم بتاعت العجاله بنوصلها للمراكز دي ب 220 جنيه الكيلو بتاع العجاله، نظيف جدا وممتاز، و70% لحمه 30% عظم، حاجه ممتازه جدا ومغلفه في اطباق نص كيلو. طيب يا مواطن ده حقك، يبقى انت مفروض انك تكون حريص عليه، ما بقول اكتر مننا، لكن احنا عندنا يعني بنشوف انه صاحب الحق ده دائما بيكون زي ما بيقولوا عزيمته قويه في انه يحمي حقه. فيبقى المواطنين من يعني دورهم الاساسي في المبادره عشان تواصل وتنجح انه هم يراقبوا هذه المراكز. فده بالنسبه للخطه القصيره اللي هسه ماشيه. الخطه طويله المدى هي خطه الخضر والفواكه، يعني طيب كنا حنزل عنها. ايوه، الناس طبعا بيستغربوا ليه انتم بديتوا باللحوم. طبعا شرحنا انه اللحوم الموضوع بتاعه فيري ايزي، ما فيها مشكله، ما فيها تعقيدات، لكن الخضر والفواكه فيها تعقيدات. ليه؟ الخضر والفواكه محتاجه اسواق مركزيه للتجميع، لانه الليله مثلا انا ممكن اكون زارع اسود وبطاطس وكوسه، في زول تاني على بعد 3 4 كيلو من ناحيه يكون زارع طماطم وشمار واصناف تانية. مساله تجميع الخضروات بالمناسبه موضوع كبير جدا، ما تتخيلوا ان الخضار ده بيصل مشكل كده في الترابيزه بتاعت البياع بتاع القطاعي ده بصوره سهله ابدا. وبالمناسبه هي دي الثغره اللي دخلت منها الوساطات، هم بكونوا مجموعه من الوسطاء كل واحد متخصص في اصناف معينه من الخضروات، بيكون متعاقد مع اصحاب مزارع، هو بجيب الاصناف الفلانيه وده بجيب الاصناف الفلانيه وده بجيب الاصناف الفلانيه، وكل واحد بيتحكم في الاصناف اللي هو جايبها دي وبيتحكم في سعرها وحسب ظروفه. لو اليوم ذاك مزنوق بضاعف السعر ده 5 مرات، اليوم ذاك اموره مرتاحه ووطنيته عاليه بقوم بضاعفه مرتين ثلاثه بس، يعني المساله متحكمين فيها افراد.
هنا أنا بتكلم فعلا عن دور الرقابة. لما قامت الأسواق المركزية، السوق المركزي في شنبات بحري، السوق المركزي في الخرطوم، السوق الأسواق المركزية دي لما قامت، قامت بفكرة الكنترول والرقابة على الأسعار. أصبح الشغل بتاع الوساطة والسمسرة في هذه الأسواق المركزية أصبح عبارة عن يعني فطر تحول لسرطان وأصاب كل هذه الأسواق المركزية لدرجة إنها فلتت وبقت out of control تماما. بيقوا هم المتحكمين فيها وليس الجهات الرقابية الحكومية. نعم. فيبقى نحن مسألة الرقابة هي أو عدم الرقابة في السنين الفاتت هو اللي خلانا نحن نقوم بالدور ده هسه. يعني إحنا كان ممكن نكون قاعدين في شغلنا. يعني أنا وغيري، أنا معاي بنصف ناس من شتى المجالات في المبادرة، معاي أطباء، معاي محامين، معاي مهندسين، معاي إعلاميين، الناس دي كلهم وكلهم ما شاء الله ناس يعني على مستويات رفيعة جدا جدا وشغالين في المبادرة دي والله، وبيخدموا يعني زي ود البيت لما يكون بيخدم له في عرس في بيتهم. يعني أنا ذاتي لما بستحي منهم يعني بيخلوا عياداتهم، بيخلوا محلاتهم، بيجوا عشان بس يحلوا مشكلة تكون صغيرة واقفة في طريق المبادرة. وده الهام المفروض يكون عند كل الناس، لكن طبعاً. انت برضو نمشي في التسلسل، ذكرت جوانب وجزء من الحلول قد تكون يعني على ارض الواقع، لكن لو تكلمنا عن حتى الوسط اللي بيكونوا في السوق بيدرسوا بيشوفوا السوق ده، هل لو ما في يعني خضروات او ما في كده او المنتج فبيحاولوا انه يرفعوا السعر على اساس انه هو ما موجود، والمواطن هو غصبا عنه ممكن يشتري لانه هو المحتاج، مرات بيجيف ما بيشتري بشوف البدائل الثانيه، لكن عايزين نشوف المنتج ده ذاته بينتج بسعر اقل وبتفاجئ انه يتباع في السوق بصوره كبيره. عايزين نشوف برضو مشكله الموضوع ده، انه انا بنتج عشان ابيع بصوره كويسه ومعقوله للمواطن وانه بتفاجئ في السوق بلقى السعر ده غير عالي. تعرف انا هسه كلامك ده ذكرني كتاب كاتبه واحد فرنسي، الكتاب ده اسمه خرافه الجوع صناعه الندره. البقرة الكتاب ده بالمناسبة، يعني أنا الكتاب ده يزور حيتواصل معي حدي ولو لأنه يعنينا كلنا بزاد دول العالم التالي. بالمناسبة صناعة الجوع والفقر هي صناعة يصنعها البعض ليصبحوا أكثر غناء. الكتاب ده مؤلف من 360 صفحة، بيتكلم عن أنه أنت كيف ممكن تخلق حالة من الجوع في منطقة ما عشان تستغل هذا الجوع في عائد مادي كبير جدا عليك. و أنا ما بقول إنه والله الوسطى والسماسرة مثقفين جدا لدرجة إنهم عارفين الكلام ده، لكن الكتاب ده تكلم عن تجارب حياتية طبيعية موجودة والناس اللي بيطبقوا فيها، هم بيخلقوا الندرة. لأنه هسه الليلة أقرب مثال، البصل ده فجأة من 700 و800 جنيه الشوال بتاعه من أسبوعين ثلاثة أو شهر تقريبا قفز ل 6 مليون. حاجة كده ذاته ما معقولة. ما في زول يقدر يقول لي دي الندرة. أنا منتج. ممكن تمشي للمواطن العادي تقول له والله بصل ما في، لكن ما تقول لي الكلام ده أنا كمنتج. لأنه أنا عارف البصل موجود وين وعارف كمياته قدر شنو تكرمني. يبقى أنا ممكن أصنع الندرة أخلق بها حالة من الجوع والهلع عشان أرفع السعر. الناس اللي مسكوا البصل فكوا منه جرعات بسيطة جدا، خلوا السعر ارتفع، دخلوا كمية، بعد 5-6 يوم بالمناسبة بعد ما باعوا كميات كبيرة جدا في حساب الشوال 6 مليون قاموا غرقوا السوق زي ما هم بيقولوا. هي بس هي فيها فنيات دراسه وما بيعرف الا المنتج. منظم يا باش مهندس. منظم الموضوع ده طبعا، يعني في ولايه السودان كلها ممكن شوال بصل يكون ب 6 مليون طبعا. هو الموضوع ده هو لو ما منظم ما كان بيكون بالمستوى ده، ما كان بيكون بالتاثير ده، ولا كان بيكون اثر الغلاء على المواطن بالمستوى ده بالمناسبه. وشوف وهم بقول لك شنو، نحن بعد ما يحصل الغلاء نغرق السوق. يغرقوا السوق ليه انت فاهم؟ عشان السعر ينزل، عشان اي زول زارع بصل يخاف ويجيب لون البصل بتاعه. جابوا البصل بده 3-4 يوم في زمن معين، بيمسكوا البصل ده تاني، الليلة تاني شوال البصل ارتفع. بعد مبارح كان أول مبارح كان ب 2000، الليلة تاني بده يطلع ل3.5-4. شوف هي بالمناسبة عملية بتاع التكنيك، مسألة صناعة الجوع هي فعلا صناعة وليست صدفة ولا ندرة. السودان ده بالمناسبة يعني من أكثر الدول ممكن يكون غرابة في العالم. انت هل تعلم مثلا نحن اي منتج، انا امسك لك المانجا ده لانه انا مثلا في مزرعتي منتج للمانجا. انت هل تعلم انه السودان ده فيه اصناف بتاعت مانجا تكفي السودان على طول العام من انواع الاصناف؟ يعني مثلا بلقى الليله في يوغندا في صنفين او ثلاثه هم اللي بيشتغلوا عندهم موسم محدد مثلا، ليله الانفايرمنت او الكلايمت الجو بالنسبه لهم كده. احنا هنا في السودان احنا في المرخيات لما نقطع مانجا ثلاثه اصناف مننا تقطع، نفس الاصناف دي او اصناف غيرها بتصهر في شندي. انتهت من شندي بتبدا في الكاملين، انتهت الكاملين بتلقى كسل خشت سنار،
انت عارف دي اجواء مختلفه جدا. نحن ال 12 شهر عندنا انتاج بتاع مانجا. والدليل على كده عندك ملك المانجا وشيخ المانجا ومن يعني انت معناه طول السنه فيه صح، بيقولوا فاتحين محلات. طيب امسك اي صنف ثاني، نمسك الخضروات. انا اقول لك كلام، انت هل تعلم انه الفراوله، الفراوله اللي انت بتشتريها على انها هي جايه من برا وغاليه جدا، الفراوله دي منتجه هنا مزروعه هنا. الكلام ده ما يكون مفاجاه للناس، الكلام ده حقيقه. البلد دي فيها التين مزروع، مش مزروع بكميات بسيطه، اللي بتلقاه في السوق ده جاي من عندنا هنا. بالمناسبه انا ممكن اطلع لك المانجا بتاعتي، انا زارع المانجا التومي والمانجا شندي. طيب انا ممكن اجيب نفس المانجا بتاعتي دي، امشي اجيب دي باجات صغيره وصيغه. بالمناسبه المساله بتاعت البيع والشراء دي مناسبه فيها عامل نفسي كبير جدا. انا بس في استيكرات صغيره بلصقوها مرات في التفاح لو شفتها. انا ممكن الصق لك الاستيكر ده وابيع لك المانجا بتاعتي دي الحبايه ب 100 جنيه. اقول لك دي جايه من البرازيل، هي جايه من هنا ورا جبل مرخيات دار وشات كداري بيجيبها. المساله يا اخواننا مساله صناعه، صناعه وفن في انه هاو تو انه انت تخلي حاجتك دي فاليبل او عندها قيمه اعلى من قيمتها. والمساله مساله بتاعت رقابه في المقام الاول والاخير، سواء رقابه حكوميه سواء رقابه شعبيه. لانه الليل المواطن ده قبل كده كان في مقاطعه للحوم، اخواننا السودانيون ضد الغلاء والجشع، ونحن في تعاون كبير بيننا وبين سودانيون ضد الغلاء والجشع ومع اتحاد التعاونيات، نحن كلنا شغالين بخطوط موازيه في نفس الاتجاه يعني. ف المقاطعه تمت دي بناس يعني، ناس يقولوا نجحت ناس يقولوا فشلت. شوف انت ما تصادم، انت لو عندك مشكله ما تصادم. دائما فن محاربه الغلاء بتوفير السلع بوسائل اخرى يعني بطرق اخرى. طيب في وسطة بيغلوا السعر، انا اوفر السلعه دي بطريقه ثانيه ورخيصه، حيعمل شنو؟ حيطلع برا السوق. لكن ما تصادمه، ما تقول له انا حقاطع. انت لما تقاطع بالمناسبه انت بتحرم المواطن، بتحرم المواطن. انا ما اقدر احرم المواطن، هي كانت فكره سليمه منهم في الوقت ذاك بالذات التنفيذ، وكانت فعلا يعني زي ما بيقولوا الروح الثوريه موجوده في الناس وروح المقاطعه موجوده، والناس يعني الليفل بتاع الحماس عندنا كان عالي جدا جدا، وفعلا نجحت لحد كبير. لكن انا بشوف انه دي حلول موضعيه، دي دبنج موضعي، لكن الحلول الدائمه بتوفير المنتج بصوره ارخص من الموجوده في السوق. انا الليله حتى لو انا زول مقتدر جيت لقيت مثلا لقيت والله كيلو الكوسه ده هنا ب 80 جنيه وناس البيع الجمر بمخفض ده ب 20 جنيه ما حاشتري من ده. في حين انه انا كمقتدر ممكن ال 60 جنيه دي اشتري بها شوكولاته لبنتي ممكن، لكن لو انا ما مقتدر ال 60 جنيه دي حوفرها لمواصلات بنتي بكره للجامعه. للجامعه المهم انه حيكون في 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 يعني في فرق حيستفيد من المواطن حسب تفكيره حسب طريقته، وده من حق المواطن. طيب في ناس كثيرين في ولايات مختلفه في مدن مختلفه شافوا المبادره دي ويتواصلوا معاكم، ده بقول لنا نتساءل عن قوميه المبادره دي وكيف تنتشر في كل السودان. هل يعني انتوا هتقدروا تمشوا كل السودان ولا كل منطقه تقوم بمبادره برا؟ ورينا الفكره انها تنتشر. أيوة. كيف المبادره؟ طيب كويس، اول حاجه يعني قبل ما اوريك نحن على يعني كيف قاعد نتعامل مع الوادر اقول لك حاجه، في ناس كثار يقول لك يا اخوانا شنو حكايه المبادرات دي؟ مبادره مبادره مبادره. أنا دار أعرف وش المبادرة إخوانا. المبادرة دي هي ليست شركة ولا منظمة ولا هي جهة معينة بالتصوير. الناس كده وين مغركم؟ وين الناس اعتادت على الشكل التجاري للأشياء إخوانا؟ نحن مبادرات غير ربحية، وأنا قبل كده أفكار أيوة نحن أصحاب فكرة وبننفذ في فكرة بتاعتنا دي على قدر إمكانياتنا. وفي واحد من المنابر الإعلامية أنا كنت بتكلم بقول إنه يا إخوانا يا ناس المناطق الثانية يا اخواننا، وبكرر هسه انا ثاني النداء ده من جوا صباح الشروق. صباح الشروق، وبحييكم والله يعني اختيار كل الزمن جميل، الناس المواعيد دي رايقه وبتفهم الامور بصوره جميله، ودي نداءات مهمه للمواطن لانه ده يعني دي امور تعني معاشه. بقول يا اخواننا المبادرات هي عباره عن افكار تعالج مشاكل اجتماعيه صحيه امنيه، امور كلها تعني معاش الناس. نعم. ما تابوا المبادرات، ما تحسوا ان الحاجات دي كثيره. المبادره بالمناسبه ما الا حاجه كبيره ومساله توصل للاعلام وتكبر وكده. انت ممكن تكون عندك فكره بتاعت مبادره داخل الحي، وبالمناسبه انا اعجبت بمبادره كانت محدوده بزمن، بتصدق مبادره كانت معموله لمده 5 ايام. المبادره نظفت الفردوس 81 في 5 ايام. وخدت سيستم بتاع تجميع اوساخ يومي وعلى كده انتهت المبادره. وبقت المبادره سايقه نفسها، كل زول بيرمي اوساخه في المحل المعين في البراميل اللي اتخذت دي من ناس الحي.
مبادره 5 ايام ادت مفعول، حيربي الناس على انه والله حيربي حتى الشفع الصغار عارفين انه في الحله بيجوا يجدعوا الحاجه دي هنا. يبقى المبادره هي ليست شركه، ليست منظمه، ليست جهه، هي فكره. طيب ارجع ثاني لكلامك في مساله انه احنا كيف نوصل للولايات للمناطق البعيده كده. يتصلوا بينا ناس من صراحه من دنقلة، من عطبره، من نيالة، والله نيالة اتصلوا اكثر من 5 انفار. المناطق دي كل ما يتصلوا، انا بالمناسبه اكثر زمن مساحه بتاعت مكالمات بديها للزول الضارب من الولايات. ليه؟ لانه ده انا ما اقدر اوصل له منتج، انا بتاع ولايه الخرطوم ده بوصل له منتج، لكن بتاع الولايات ده اوصل له فكره، عشان كده بديه مساحه طويله من الزمن. بقعد اشرح له انه نحن في المبادره دي عملنا كده وعملنا كده، بشففه نحن عملنا كده وعملنا كده وعملنا كده وعملنا كده. يا اخي انت ما تعمل الحاجه دي عندكم، الموضوع ده سهل ما صعب. في جزء منهم مشى في خطوات ويتعسر في النص وبرجع لنا اخوانا الحاجه الفلانيه، نقول له ايوه دي والله احنا حصلت لنا لكن عملنا فيها كده كده كده. انا هنا بحس بانه فعلا انا كده وصلت الولايات. انا ما الا اقوي مدفارات بتاعت فراخ او لحم او خضروات من الخرطوم، اوصل الفاشر او نياله او كسل او دي عطبره او دنقله، لا انا داير الناس تفهم انه المبادرات اللي بتقوم دي يا اخواننا هي افكار موجوده عند الناس وافكار مقبوطه 30 سنه موجوده، ما كان ما في زول بيسمع بها، ما في زول عارفها. لما اساتذه جامعه الخرطوم، انا لانه خريج جامعه الخرطوم فدايما بحب اجيب سيره جامعه الخرطوم، يعني الجميله ومستحيله، الجميله ومستحيله. فلما الاساتذه عملوا المبادره كانت مبادره فيما يعنيهم هم كاساتذه، يقدموها للشعب السوداني، تخدم مصالح عموم الشعب السوداني. دي مبادره خاصه بناس مختصين، قدموا مبادره فيها جميع المجالات او فيها ميكانيزم او فيها رؤيه لاداره السودان في كل المجالات. دي مبادره قدمت والحكومه استفادت منها، ونحن هسه قاعدين نشوف في نتائج كثيره ايجابيه منها. نحن زادنا كمواطنين عاديين بعيدا عن الجامعه او المؤسسات او كده، عندنا افكار وعندنا حاجات كثيره بنشوفها في حياتنا اليوميه في خلال 30 سنه اللي فاتت دي دايرين نعالجها، وعندنا حلول لها المفروض، لكن ما في زول قادر يمشي يقدم. يبقى يا اخواننا المبادرات هي افكار فقط، ليست منظمات، ولا عندنا مواقع يقول لك نجيكم وين، محلكم وين. انا محلي تلفوني ده، فانا من خلال التلفون ده قدرت اوصل المنتج المخفض زي ما قلنا، الفراخ بنبيعه للناس ب 140، اللحمه العجاله النظيفه ب 220، في 52 مركز من خلال التلفون يعني. فهي فكره، فانت اذا لما يكون عندك فكره أزعف في حلها، ما تخليها موجوده وتتونس بها بس. يعني احنا لما نقول حنبنيه ماشي عار بس نخد جنبه الاصبعين ده، حنبنيه دي شغل ما يكون تسويف، يعني لازم تستقطع زمن من ايوه تستقطع زمن من يومك تشتغل فيه فيما يليق من الجزء اللي بتبني به. طيب ده كلام طيب شديد، احنا كان عالجنا كثير جدا من الموضوعات من خلال كلامك ده وفصلناها نقطه نقطه. طيب الكنترول بيقول انه الزمن انتهى، لكن ممكن نشير لنقاط ان شاء الله في المرات الجايه وتكون بشكل اوسع ونعمم شكل المشاريع اللي بتكون موجوده عشان نقدر نستفيد منها بالصوره المطلوبه ونبعد الوسيط خالص من موضوع الغلط ان شاء الله. احنا شاكرين جدا ومقدرين باشمهندس مصطفى صالح على كل الاضاءات اللي قدمتها لنا، كثر خيرك. الله يديك والعافيه. شكرا لك. شكرا.